تعتزم شركة ليب موشن المطورة لتقنية التحكم بالأجهزة عن بعد باستخدام حركات اليد التعاون مع شركات تصنيع الهواتف الذكية والحواسب اللوحية لإنتاج أجهزة ذكية تعمل بالتقنية خلال عام 2014. وأكدت الشركة أن إطلاق وحدة ليب موشن الخارجية التي تعمل مع الحواسب كان مجرد البداية، وأن الشركة تعمل حالياً مع العديد من مصنعي الأجهزة للخروج بمنتجات مدمجة بالتقنية. الشركة وفي تقرير لها أشارت إلى أنها تطور وحدة قادرة على العمل مع الأجهزة النقالة تتميز بصغر حجمها لتسهل إضافتها إلى الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية. وكانت شركة HP قد كشفت في سبتمبر الماضي عن أول الحواسب المحمولة المزودة بتقنية ليب موشن، وذلك بإزاحة الستار عن نسخة خاصة من الحاسب 17 إنفي مدمج بها وحدة الاستشعار الخاصة بالتقنية.